سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهدينا الكرام أينما تكونوا. هذه حلقة جديدة من برنامج واينت، هذا البرنامج الذي نستعرض فيه معكم أبرز ما تناقله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى جديد التكنولوجيا وآخر أخبار العلوم. في حقيقة الأمر قضية مركزية ومحورية تهم كل المواطنين، الكل ربما يهمه هذا الخبر وهو خبر اقتصادي في الوقت الذي ربما كثرت الأخبار السيئة حول المواطن اليمني، لكن خبر تراجع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني هذا خبر مفرح للكثيرين. اليوم سعر صرف الدولار لا يتجاوز 450 ريالا في مؤشر ربما لتنامي الوضع الاقتصادي قليلا، وربما حتى هناك تداعيات دولية كانت حول هذا الموضوع واهتمام دولي حول هذه النقطة وتدخلات إقليمية بشأن رفع صرف الريال اليمني مقابل الدولار. نتمنى أن يظل هذا التحسن والتعافي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. طبعا كان قبل أشهر ربما أقل من ذلك بكثير، لكن نحن نتمنى أن تستمر هذه الآلية وأن يستمر الدولار سعره بالانخفاض لما لذلك من انعكاس على السلع الغذائية والتمويلية للمواطنين. لكن في نفس الوقت يقول المواطنون أنه هناك تراجع لسعر الصرف الدولار، لكن ليس هناك تراجع لسعر المواد الغذائية. المواد الغذائية هناك تراجع طفيف للغاية، عندما يرتفع سعر الدولار تقفز أسعار المواد الغذائية قفزا، في حين عندما يتراجع وكأنها نملة تحبو حبوا إلى الخلف. هذا عمل لا يمكن القبول به، وهذا جشع ربما أكثر من اللازم. التاجر تقول له يوم أن يرتفع الدولار يقول لك أن الدولار ارتفع، في حين هو أساسا كان قد اشترى المواد الغذائية وخزن المواد الغذائية بسعر منخفض، في حين عندما تعود له بعد أن ينخفض سعر الدولار وتقول له أن سعر الدولار قد انخفض، للأسف الشديد يقول لك أنني اشتريت المواد الغذائية بسعر مرتفع ويجب علي أن أبيع هذه المواد الغذائية بهذا السعر. هذا مؤشر خطير للغاية، وربما يدخل في موضوع التطفيف الذي حذر الإسلام منه كثيرا. عموما علي الفقيه في أولى التغريدات ليومنا: زميل قال إنه صرف الدولار في عدن قبل قليل ب473 ريال يمني، يمنحنا هذا بارقة أمل في تحسن تدريجي لوضع العملة، ونأمل أن يكون التحسن نتيجة لمعطيات قابلة للاستمرار وليس مجرد اضطراب قابل للتدهور بنفس السرعة. وذاك ما نتمناه جميعا. محمد سعيد الشرعبي: الدولار يتراجع أمام الريال وسعره اليوم 480 ريال، ومع ذلك لم يواكب التجار هذا التراجع بتخفيض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. وهذه النقطة ما فتئ المواطن تحذيرا وصياحا حولها. الوضع ربما خطر للغاية بالنسبة للمواطن الذي راتبه أساسا منقطع على أعمال تكاد أن تكون شبه معدومة. الكثير والكثير يعانيها المواطن، يعني من يرحم هذا المواطن؟ من ينظر إليه؟ إذا لم نتراحم فيما بيننا فمن يرحمنا؟ كيف نريد أن تنقشع هذه الغمة عن البلاد والبعض يريد أن يأكل البعض الآخر؟ هذا لا يمكن، وربما الراحمون يرحمهم الرحمن، هكذا قيل في الأثر. المحامي حسين المجدلي: أذكر قبل عدة أشهر عندما وصل سعر الدولار إلى 500 ريال بدأ الأمر وكأنه كارثة حلت بالشعب، وارتفعت أصوات الجميع احتجاجا على انهيار سعر الريال. اليوم أصبحنا سعداء بعودة سعر الدولار إلى 520 ريال ونحتفل بذلك وكأننا حققنا انتصارا. الحقيقة أننا شعب طيب، لكن ما لقينا دولة تقدرنا. كان سعر الدولار لا يتجاوز 215 ريالا ثم 250 ريالا ثم استمر في الصعود، لكن هذا هو الحال لأن الوضع بسيط للغاية. هناك يجب أن يكون احتياط نقدي في البنك، هذا الاحتياط النقدي يساعد على استقرار سعر الصرف في السوق. عندما يزداد الطلب على الدولار من التجار وغيرهم يتم ضخ أموال من الاحتياط النقدي في البنك المركزي فيتم تغطية السوق ولا يرتفع سعر الصرف، أي موازنة ما بين العرض والطلب عند الحد الذي
قررته الدولة. لكن عندما لا يكون لديك احتياط نقدي أساسا من العملة الصعبة، فإنك هنا تضطر إلى ترك الأمور على الغارب، ويضارب بها التجار في السوق السوداء، لأن البنك المركزي غير قادر على التدخل في هذه الحالة، وغير قادر على ضخ أموال من العملة الصعبة للسوق وتغذية السوق، وهنا يزداد سعر الصرف وتزداد معه بقية المشتقات النفطية وأيضا حتى المواد الغذائية وما إلى ذلك، كون التعويم قد حل وهو كارثة بالبلد. عبد السلام الشريحي، المعركة المقدسة هي معركة محو أمية أكثر من ثلث سكان اليمن، معركة رفاهية البؤساء، معركة تطبيق القانون، معركة الكهرباء والماء والدواء، معركة خلق وجه مشرق للشارع وبنية تحتية للمدن والأرياف، معركة الاهتمام بالمواهب، المعركة التي تظهر اليمن أنها دولة لا تقبع خلف سطور التاريخ ولا هامش الحضارة. وكيف لنا بذلك وهناك ميليشيات وعصابات تقوم بتدمير كل بنى وعرى الدولة؟ الدولة اليوم غائبة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوجود دولة ونظام وقانون وسلطة دستور تمضي على الجميع. لكن اليوم مجرد ميليشيات نهبت البنك المركزي، نهبت السلاح، نهبت الأموال، وساطرت كل الحقوق، وفرضت أيضا على المواطن واجبات ليست في القانون ولا في الدستور ولم ينص عليها أحد، كابن حق رسول الله، وأيضا الخمس، وأيضا مجهود حربي، وأيضا ضرائب باهظة، وإضافة إلى جمارك إضافية، التاجر يجمرك في عدن أو في مناطق أخرى ثم يأتي إلى ذمار ويجمرك مرة أخرى. هذا هو التطرف. كيف لنا أن نبني حضارة ودولة وما إلى ذلك وهناك جماعة تريد أن تعيدنا إلى 1400 سنة الخلف، تريد أن تعيدنا إلى ثارات الحسين وثارات علي ومعاوية ويزيد ومختار الثقفي وما إلى ذلك، هذه السلسلة الطويلة من العبث. كيف لنا أن نعود إلى المدنية والحضارة وأن نركب القافلة الحضارة التي تمر اليوم بسرعة؟ ربما العالم اليوم احتفلت ناسا بهبوط مسبار لها في المريخ، ونحن نصارع ثارات الحسين التي لا أنا ولا المشاهد الكريم كان حاضرا في ذلك الزمان ولم يشهد ولم يرى ذلك. حسين الوادعي، بفضل التطرف الشيعي صار الناس يرون علي والحسين شخصيات طائفية قاتلت لاحتكار السلطة في أسرة معينة بعد أن كانوا يعتبرونهم رموزا دينية، وبفضل نفس التطرف صار البعض يعتبرون احتفالات المولد النبوي مناسبة عائلية يحتفل فيها الأحفاد بجدهم الذي حسب زعمهم حصر السلطة فيهم إلى يوم القيامة. إلى موضوع آخر، نشرت منظمة اليونيسف على حسابها في تويتر حلم لسبعة أطفال يمنيين، حيث تم سؤالهم عما سيعملون عليه إذا تولوا المسؤولية في اليوم العالمي للطفل. نتابع سويا. أتمنى لهم أنهم يوعوا، يحتفظوا بتعليمهم، يقرأوا أكثر عن العالم، يتوسعوا أكثر عشان يبنوا عقلهم بأنفسهم رغم الظروف هذه. أتمنى أن تصلح البلاد، أفعل مراكز صحية لكي لا أدعى أحد للمرض. أقدم لهم مع توفير المياه، يعني وما أخليش أي طفل يروح يعبي ماء في الشمس، أو يعني يسيب المدرسة حقه ويروح يعبي ماء. أنا أتمنى أن تنتهي الحرب ونعيش في سلام. Are you planning to conduct vaccination? Yes. In Yemen? Yes. Give them food and we give them things and medicine or thing to be strong or things like this. سندعم الأطفال الفقراء لكي يعيشوا حياة كريمة ولكي يلتحقوا بالمدارس ويحصلوا على غذاء جيد وصحة أفضل وتعليم ممتاز. تعلموا في كل المدارس.
تعلموا كل اللغات كل المجالات عشان تطلع يطلع مستقبلكم كده. فرضت الصين منذ زمن تقريبا منذ العام 1979 قانون وهو تحديد الإنجاب بطفل واحد فقط، لكن ما الذي حصل ما بين 79 و2015 لكي تعيد السلطات القانون وتشجع اليوم على الإنجاب؟ نتابع. هذه الحلقة مستمرة معكم ولكن بعد فاصل قصير. يا جماهير شعبنا انتفضوا لثورتكم. وانتفضوا لوحدتكم. بعد اليوم لا حرية، بعد اليوم لا حرية. بهذا نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج واينت. حتى الملتقى في حلقة الغد في أمان الله وحفظه ورعايته. إلى اللقاء.